واخيرا اخبار الخير، التعليم في المدارس الخاصه غادي يولي مجاني، وكل المدارس غادي تكون متساويه بحال العمومي بحال الخصوصي. الفطور والغداء غادي يولي مجاني في كل المدارس، والنقل ايضا من الدار للمدرسه فابور ومتاح للجميع. الدروس المنزليه والاضافيه ممنوعه، والدار بلاصه ديال الراحه ماشي ديال الدراسه والتمارين. الامتحانات غتلغى، وما غاديش يبقى التلميذ يدوز الامتحانات حتى يوصل للمستوى الثانوي باش ما يعيش الضغط من صغره. عدد الساعات الطويلة ديال القراية ما غتبقاش، غتولي غير 4 السوايع باش الطفل ما يملش من الدراسة ويولي يبغي شي حاجة سميتها القسم. وأيضا الأستاذ غادي يكون عنده الوقت باش يوجد المادة التعليمية لليوم الموالي. المعلم غادي يولي يتخلص 4 مليون سنتيم شهريا، وكل ما كان متفوق كل ما زاد ليه في الصالير. ولكن بالمقابل باش تكون معلم خاص تكون قاري مزيان وفهم مزيان ومربي مزيان، لان المعلم غادي يبقى يتختار واحد من بين 10 المتبارين في الامتحان الخاص بالتعليم. المعلم غادي يولي عنده الحريه ديال المناهج الدراسيه اللي بغى، ويختار الكتب اللي بغى يدرسهم باش يكون مرتاح في القسم مع التلاميذ. المعلم غادي يولي يدوز مع نفس التلاميذ 5 سنين باش يحسوا انه بحال الاب ديالهم، ويبقى متبعهم في مراحل النمو ديالهم ويعرف جميع التفاصيل عليهم. واش مأكد هذا الشيء غادي يكون في المغرب؟ ولا هذا الشيء مولاي كاين في لندن؟ اما المغرب الحكومه مازالت واحلة غير في المخططات، كل مره كتجيب لنا مخطط استراتيجي جديد ما كيكمل العام حتى كتبدلو بواحد اخر. وخير دليل على هذا الشيء هو هذا النظام الاساسي الجديد اللي وقف الدراسه ودار ازمه كبيره في التعليم، بحيث الاستاذ عندنا كيبقى خدام ما به ما عليه، حتى كينزلوا عليه بشي قانون ولا شي مخطط ما عمرو شافو ولا تحاور بصدده. اما التلاميذ المساكن فهذوك هما الحلقه الضعيفه، ما كاين اللي مسول عنهم، واخا كيمثلوا حوالي ربع ساكنه المملكه، اي 8.8 مليون تلميذ كيدخلوا للمدرسه وكيبقاو يتلقاو في الحشو والمعلومات الكثيره المفروضه على الاستاذ تقديمها كبيداغوجيه، باش في الاخير يدار لهم امتحان واش عاقلين عليه واش فاهمينه. هذا التخبط وهذه الارتجاليه في التدبير في هذا القطاع الحساس وصلنا للاسف لمستويات متدنيه في العالم، اخرها تقرير اسباني من 359 صفحه صنف المغرب في المرتبه الاخيره مع العراق من بين الدول العربيه الاكثر تدهورا في التعليم، بالاضافه الى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي اللي صنف المغرب في المرتبه 101 من بين 140 دوله بمعدل تنقيط 3.6 من اصل 7 النقاط. حقيقة هذا الموضوع اليوم اللي نتكلم عليه اخترت اني نتكلم عليه واقف، كلامي لا الحق التعليم يجب ان نقف، ويجب ايضا ان نقف وقفة تأمل حقيقية، لانه اليوم هذا الشيء اللي كنعيشوه مع هذا النظام الاساسي ومع ما يقع بصدده هو عبث ما بعده عبث. وانا كنقولها وكنوجه كلامي للحكومة مباشرة، وكنقول لهم ولدي انا ولد التعليم وادرك جيدا مجموعه من المخططات الاستراتيجيه اللي نزلت على راسنا من نهار اللي بدينا في الجامعه الى يومنا هذا، وقس على ذلك ايضا التعليم في المدارس الابتدائيه وفي الثانويه اليوماتيه اللي كيعيش ازمه حقيقيه. راه الدول تتقدم بالتعليم، والتعليم ديالنا للاسف الشديد فاشل. لماذا فاشل؟ لانه لا توجد استراتيجيه حقيقيه مستمره في الزمن. كل مسؤول جاء لهذا القطاع يجيب لنا فكره ديالو ولا يجيب لنا استراتيجيه ديالو هو شخصيا، ماشي استراتيجيه كتاخذ بعين الاعتبار مصلحه الوطن ولا تاخذ بعين الاعتبار مجموعه من المصالح الحقيقيه للتلاميذ والاساتذه. اليوم تي الاستاذ راه هو الحلقه الاضعف، التلميذ هو الحلقه الاضعف. نحن هذوك السياسيين اليوم تي نقولها وكنأكد عليها، اللي كيشدوا بزاف ديال الفلوس واللي عندهم ميزانيات واللي عندهم بزاف ديال الحوايج، راه بالاحرى ان يكون المعلم فوقنا جميعا لانه تاج فوق رؤوسنا، ويجب ان نعطيه العنايه اللازمه. اما هذا الشيء اللي دايره الحكومه اليوماتيه وهذا النظام الاساسي اللي ما كتحاور به وهذه النقابات اللي ماتت وهذا الاعلام اللي جزء منه ايضا كيطبل وجزء منه ساكت، اليوماتيه راه كنقولها والله العظيم اشتم رائحه. انتم تعرفون ما اقصد بالرائحه، ولكن اشتم الرائحه داخل النقابات، اشتم الرائحه داخل مجموعه من جزء من الاعلام، اشتم الرائحه داخل جزء من السياسيين، اشتم الرائحه. اليوم عندنا الوضع ميت، الناس ماتلات، المسؤولين اليوم هي الحقيقيين هم اللي ياخذوا بعين الاعتبار مصلحه الوطن. انا كنقولها وكنأكدها وكندق ناقوس الخطر، التعليم خط احمر، التعليم الذي لا يركز على الهويه، لا يركز على الاستاذ كحجر الزاويه، لا يركز على التلميذ، ما هو التعليم. الدول تتقدم الى المستقبل بالتعليم، تتخلف بالتعليم، ونحن الحمد لله رانا متخلفين. ونحن السياسيين مجموع السياسيين كاملين اللي في المغرب للاسف الشديد راهم يستثمروا في الجهل، والمدرسة العمومية بغاو يقتلوها وبغاو يعطوا الخصوصي، الخصوصي كل شيء ماشي للخصوصي اليوماتية، كل شيء مشى للخصوصي في الصحة في التعليم
كل شيء خاص. اليوم هاتيا اللي متضرر هم ولاد الاسر الفقيره، اما الناس اللي لاباس عليهم راه كتقري ولادها في الخاص، وعيب وعار نعود احنا نقروا ولادنا في المدارس الخصوصيه ونتفرجوا في التلاميذ لهم شهر ولا شهرين اولاد الشعب ما كيقراو. هذا يسائلنا جميعا، يسائل الحكومه، يسائل النقابات، يسائل المجتمع المدني، يسائل البرلمان، يسائل المغاربه جميعا. هذا عيب وعار علينا اليوم هاتيا نبقاو نتفرجوا في اولادنا وفي بناتنا في الشارع ما كيقراو، فقط لان واحد فاق من النعاس وجاب نظام اساسي لا يمت لواقع التعليم بسيله. تحياتي لكم، السلام عليكم.